والعمبلوس هي سيارة الإسعاف، وبالإنجليزية هي الأمبولانس. كان الأهالي يسمون المستشفى سبيتال، وكانت الأهالي تسمي الطبيب الدختر، وهي مقتبسة من دكتور. أما الموتر فقد أخذت من موتر أو المحرك إلى جانب جميع أجزاء المركبة. ولكي نتمكن من السفر كان لابد أن تحصل على باص، والباص هو اللفظة الأولى من باسبورت لتتمكن من السفر ودخول دولة أخرى. وكم هو محظوظ ذلك المسافر، خاصة إذا كان حجزه على الفص جلاس، والفص جلاس هي فيرست كلاس أو الدرجة الأولى. وإذا سألت أحدهم إلى أين هو ذاهب وقال لك إنه ذاهب إلى الحفيز، فهو يقصد بذلك أنه ذاهب إلى المكتب أو العمل، فالحفيز هو الأوفيس. يضطر الكثيرون إلى العمل إضافيا لزيادة الدخل، وهو ما يسمى الوارتيم، والوارتيم هو الأوفر تايم أو العمل الإضافي. ويوجد كذلك الويلس، هو جهاز المحاكاة عن بعد وتقابلها بالإنجليزية الوايرلس. وفي الساحل الشرقي هناك أحد المناطق التي لطالما أثار اسمها الفضول لدى الكثيرين، هي منطقة صنبريد. وتقول الرواية إن مجموعة من الإنجليز إبان التواجد البريطاني كانت تتردد على أحد المخابز القديمة، وكانوا يطلبون الخبز بصوت عالي فيهتفون هي بعضا من الخبز، ليتم تداولها في تلك المنطقة وتصبح مرادفا له. والاسم الرائج لثمرة البطاطس في منطقتنا سابقا هو علي ولم، والأصل أن ثمرة البطاطس كانت تستورد من شركة تسمى علي وويليام، نسبة لشركائها لتأخذ على لسان الأهالي علي ولم.